عبر عدد من المواطنين عن ارتياحهم من الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المستفيدين من الحملة العلاجية بلسم واحد، والتي تستضيفها مؤسسة أمراض القلب الخيرية بدعم وتنفيذ من منظمة البلسم الدولية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبرعاية من وزارة الصحة العامة والسكان والسلطة المحلية بالمحافظة. وفي السياق المتصل، أشاد مرافقو المرضى بالجهود التي يبذلها الفريق الطبي السعودي الزائر، والذي يمتلك خبرة كبيرة في إجراء عمليات جراحة القلب وإقامة المخيمات والحملات الطبية في عدد من الدول النامية، والذي يضم 11 كادرا من مختلف التخصصات الطبية. والله ما لاحظناه في المخيم هذا شيء يعني طيب وشيء مريح بالنسبة للكل يعني، وما يقدمه المخيم من خدمات طبية راقية يعني شيء ما تقدر توصفه يعني. شكرا للمملكة، شكرا لشعب المملكة، شكرا للسعوديين وكل من قام ساندهم في عمل الخير هذا. كما نشكر أيضا الطاقم المحلي بقيادة إدارة مؤسسة القلب الخيرية بحضرموت. والله انطباعات جيدة، ونشكر منظمة بلسم الدولية التي قامت بهذا المشروع الخيري المجاني لمعالجة أمراض القلب المستعصية التي عجز عنها اليمنيون بالخروج إلى الخارج من عدم الإمكانيات التي لم يستطيعوا الخروجها. فنحن نشكر المنظمة هذه ومركز الأمراض القلبية في معهد حضرموت على هذا الدعم. الله تبارك الله، قاموا بدور كبير يعني، عانوا الناس حسب ما تعرف ظروف الخالق هنا ما تحتاج كلام، وجزاهم الله ألف خير. بنقول يعني قاموا بمجهود كبير صراحة بمدير المؤسسة، يعني إنسان ما شاء الله متعلم واعي، وقام بالإجراءات اللي سهلت لنا الأمور الحمد لله، كل شيء إن شاء الله يتم على مجرام. نشكرهم على المخيم هذا، نشكرهم على التعاون هذا الكريم، لأن العمليات اللي يقومون بها عمليات صعبة وتحتاج مبالغ كبيرة، يعني توصل إلى 6,000 دولار إلى 7,000 دولار، وتتطلب للخارج ومشقة وتعب وسفر وهذا، والناس أحوالها صعبة هذه الأيام. الحمد لله يعني خلال المخيم هذا ربي سهل الأمور، وناس استفادت إن شاء الله منه،